الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، وعلى خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين. بداية يطيب لي أن أتوجه لحضراتكم جميعا واحدا واحدا بكل الشكر والتقدير لحضراتكم ولبلادكم الشقيقة والصديقة. فكل ضيف دعونا سواء من ضيوفنا الأفاضل أم من زملائنا من داخل مصر، إنما وجهت له الدعوة على أساسين: أنه بشخصه يؤمن بالحوار ويؤمن بالتنوع والتعددية ويعمل على ذلك، وأنه ينتمي إلى دولة أو مؤسسة تدعم ذلك، لنتشارك جميعا في تعزيز عملية الحوار. فكل الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا وللدول الشقيقة والصديقة التي شرفتمونا منها. وأتوجه بالشكر إلى جميع السادة الباحثين الذين قدموا أبحاثهم المتميزة وكلماتهم المتميزة خلال هذا المؤتمر، ولفريق العمل بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبوزارة الأوقاف الذين عملوا على مدار الساعة بلا كلل ولا ملل وبكل الحب لرسالتهم ولضيوفنا الكرام. وباسمي وباسم حضراتكم جميعا يطيب لي أيضا أن أنقل ما تفضلتم به وذكرتموه في كلماتكم الطيبة من رسائل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر وعنايته بقضايا الحوار وأسس العيش المشترك وترسيخ أسس الدولة الوطنية واحترام الجميع. ولا فوتني أيضا أن أشكر كل زملائي، أن أشكر دولة رئيس الوزراء سيادة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي الذي شرفني بإنابتي عن سيادته في افتتاح المؤتمر مع دعمه لهذا المؤتمر، وأن أبلغ حضراتكم جميعا تحيات سيادته. وأن أشكر أيضا الزملاء الوزراء الذين دعمونا في هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم وزارة الخارجية التي عملت معنا على مدار شهر تقريبا في التواصل مع حضراتكم وترشيح بعض الضيوف وما قامت به من لوجستيات في هذا المؤتمر، وكذلك وزارة الداخلية التي عملت معنا على مدار الساعة. والشكر أيضا لوزارة الصحة وما قدمته وما وفرته سواء من توفير المساحات على مدار عمل المؤتمر أم متابعة إجراءات التباعد ووجود مندوبيها على مدار الساعة معنا في الفندق، وأيضا معالي وزير السياحة والأثار على استضافتنا اليوم في الجولة الميدانية بالأهرامات. وكل من أسهم سواء في هذا المؤتمر بإسهام مباشر أو غير مباشر. والحقيقة بعد يعني نحو شهرين من العمل البحثي وما قدمه العلماء سواء من داخل مصر أم من خارجها من بحوث ومشاركات، وعلى مدار يومين من الجلسات وقبلها يومان من الجلسات التحضيرية وورش العمل منها ورشة عمل الواعظات وعدد من اللقاءات والحوارات الجانبية، وبعد كل هذه الجلسات التي تابعها المتابعون على الهواء مباشرة، وأيضا يطيب لي أن أشكر الهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري وكل وسائل الإعلام التي دعمت هذا المؤتمر، فنقل كل جلسات المؤتمر على الهواء مباشرة هو ما نوصي به من دعم الإعلام لتعزيز الحوار، فالإعلام شريك رئيس في تعزيز
أسس الحوار فهذه التغطية الواسعة هي التي سمحت لنا ولحضراتكم بنقل أصواتنا إلى العالم في الداخل والخارج. بعد كل هذا وبعد ومن خلال البحوث وأوراق العمل وما دار في المناقشات وما قدمه الزملاء المشاركون من اقتراحات وتوصيات استجبنا لها على الفور، بعضها كان حتى قبل بدء المؤتمر بالتواصل المباشر مع بعض زملائنا وبعضها أثناء الجلسات. انتهينا إلى أمرين: الأول إصدار وثيقة القاهرة للحوار، والثاني تأسيس مركز دولي لحوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويشرفنا بالطبع أن يكون كل مشارك في هذا المؤتمر عضوا مؤسسا على أن يتم ذلك بالتنسيق مع دولكم عبر وزارة الخارجية حتى يكون الأمر في إطاره الدبلوماسي لنعمل معا على تعزيز الحوار. وعندما نقول مركز دولي لحوار الأديان والثقافات فبالطبع لن تكون العضوية قاصرة على من ينتمون إلى الدين الإسلامي وحده، لأننا لا نحاور أنفسنا، ولذلك أيضا نرحب بالمشاركين في هذا المؤتمر من غير المسلمين، ونقول لهم أيضا على الرحب والسعة، فيجمعنا ويجمعكم المشترك الإنساني، وهو الذي انتهينا إليه في أعمال هذا الحوار. ولخصنا البنود في 31 بندا معظمها مستقا اما من التوصيات التي جاءت في الابحاث او التوصيات التي جاءت في الكلمات، وبعض التوصيات التي جاءت في الجلسات اخذناها بنصها كما جاءت في كلمات اصحابها دون تعديل لكلمة واحدة، وبعضها اخذ نصا من الابحاث، وتقريبا لا تكاد توجد توصية علمية خارج ما جاء في الابحاث والتوصيات. اولا واحد: ان الحوار البناء يهدف الى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة واهداف انسانية عامة لا تمييز فيها على اساس الدين او اللون او الجنس او القبيلة، انما هو العيش الانساني المشترك. ثانيا: اعلاء قيمة الحوار مطلب اكدت عليه جميع الشرائع السماوية وجميع الحضارات والثقافات الرشيدة باعتباره صمام امان للجميع. ثالثا: اهمية العمل على نشر لغة الحوار ومراعاة ضوابطه عبر وسائل الإعلام المختلفة. وليس غريبا عليكم أن بعض البرامج التي كانت تعمل فقط على الإثارة وجذب المزيد من المشاهدة شوهت الحوار الراقي، فيما تعلمون من بعض البرامج التي لا نحب أن نذكر شيئا منها باسمه، إنما كرهت الناس في الحوار بما كان بخروجي عن كل معاني اللياقة والإنسانية. ومن هنا لابد من أن تكون وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة، كأن يكون الحوار على صفحات الصحف أو المجلات، أن يكون حوارا راقيا وليس سبابا ولا قذفا، لا صراحا ولا غير صراح. رابعا: ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر وعدم التعصب الأعمى وعدم الاستعلاء بالرأي على حساب الرأي الآخر. وكما أكد بعض الزملاء أن هناك من يظن أن رأيه هو الرأي الصواب الذي لا يقبل الخطأ، وأن رأي غيره هو الرأي الخطأ الذي لا يقبل الصواب، وأنهم شعب الله المختار أو جماعة الله المختارة. هذا ليس لا في الإسلام ولا في أي دين من الأديان. أهمية العمل على إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، والعمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات
الوطنية والدولية. التأكيد على أن الحوار بين الأفراد يعادله التفاهم بين المؤسسات والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي. التأكيد على أن وحي السماء ما نزل إلا لسعادة الناس، يقول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل ما يؤدي إلى الهدم وسفك الدماء والاعتداء على الأموال والأعراض والفساد والإفساد لا علاقة له بالأديان، ومن تبنى ذلك خرج على كل مقتضيات الأديان بل على كل مقتضيات الإنسانية، وصار مسخا آخر، سمه أي شيء إلا أن يكون إنسانا حقيقيا. النقطة القادمة في من أهم النقاط لنا جميعا، التأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه. من لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه. ومشروعية الدولة الوطنية لا تتناقض أبدا لا مع المشروعات الكبرى الأممية ولا مع المشروعات الكبرى التي تقوم على أسس دينية أو إنسانية. فلنا أن نتكامل كأمة عربية، ولنا أن نتكامل كأمة إسلامية، ولنا أن نتكامل كأمة إنسانية، لكن ذلك كله شيء والولاء والانتماء الوطني في مقابل جماعات لا تؤمن بالوطن ولا بالدول الوطنية شيء آخر. فأوطاننا أمانة في أعناقنا، يجب أن نحافظ عليها أفرادا ومؤسسات وشعوبا وحكومات بكل ما أتينا من قوة وأدوات وفكر وعلم، بل بالروح والدم إذا اقتضى الأمر. التأكيد على أهمية دور الإعلام في ترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف، وأهمية التغطية الإعلامية المهنية الموضوعية للأحداث، ووضع ميثاق شرف إعلامي دولي يوفق بين حرية التعبير والرأي ومقتضيات احترام الثقافات والأديان. فحرية الرأي والتعبير لا يجب أن أو لا يمكن أن تتعدى إلى المساس بحريات الآخرين، وقد قالوا: أنت حر ما لم تؤذي أو تضر، أنت حر ما لم تؤذي أو تضر. فحريتك تتوقف حيث يعتدى على حريات الآخرين. التأكيد على الرفض المطلق لكل أنواع التطرف والإرهاب والكراهية والتعصب الأعمى، مع ورفض التوظيف السياسي لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات. أحيانا في بعض الدول قبل الانتخابات تكون هناك مزايدات في التطرف لكسب الأصوات الانتخابية على حساب الأديان وعلى حساب الإنسانية، وكل ذلك بين مهما حاول أصحابه أن يغلفوا بألف غلاف وغلاف. والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين من الأديان، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي. لا ينجم عن ذلك سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات. مع التأكيد على أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، ولكن أن نصبح أكثر فهما ومعرفة واحتراما لثقافاتنا المتنوعة. وكما أكدنا، فالحوار الحقيقي لا يعني الانبطاح ولا يعني الذوبان في الآخر ولا يعني الاستسلام له، إنما يعني التفاهم على أرضية مشتركة.
مع التأكيد على أن لغة الحوار البناء تقوم على انتقاء الألفاظ والأسلوب الراقي الذي يجمع ولا يفرق ويحتوي ولا ينفر، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقون ألفاظهم عندما مر سيدنا عمر بن الخطاب على جماعة أوقدوا النار فكره أن يقول السلام عليكم يا أصحاب النار أو يا أهل النار، وإنما قال تلطفا السلام عليكم يا أهل الضوء، فشتان بين الضوء والنار في إضافة الأهل إلى أي منهما. الحوار البناء هو الذي ينأى بالمتحاورين عن كل أشكال الجمود والاستعلاء، ويحمل كل منهما على احترام رأي الآخر وتقديره والتسامح تجاهه، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني للحوار بحيث يبنى على الموضوعية دون المساس بالأشخاص أو التشيع بهم أو السخرية منهم. فعندما يحاور الإنسان عاجزا يعجز عن ضحض الحجة بالحجة ينتقل إلى السباب المحض وإلى الأمور الشخصية مما لا خلاق له على الإطلاق. التأكيد على أهمية، وهذا عنصر هام، التأكيد على أهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار والاستفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا المجال، مع تسمين اهتمام وزارة الأوقاف بالمرأة وحسن إعدادها وتأهيلها واعظة وقيادية. وقد كان لما قامت به الواعظات والراهبات في حملة طرق الأبواب التي وصلت إلى ما يزيد على 1,000,000 أسرة مصرية دورا كبيرا في تعزيز التفاهم المجتمعي. إن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يزكي إلا مشاعر الحقد والكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. يجب أن نعمل جميعا على تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقا من المشتركات الإنسانية مع احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للأمم والشعوب، فكما نحترم خصوصيات الآخرين يجب على الآخرين أيضا أن يحترموا خصوصياتنا الدينية والثقافية، وإلا لتحول الأمر من تفاهم وحوار إلى غلبة وقهر لا يقبل أحد. التفاهم عندما يقوم على الحوار يعيش بعقود وقرون طويلة، أما إن قام على الغلبة والقهر فهو أشبه ما يكون بالنار تحت الرماد، أي شيء يحركها يمكن أن يؤججها أقوى مما كانت 100 مرة. فالخطر، كل الخطر أن تستخدم الغلبة والقهر في الحوار. إدانة التوظيف السياسي للأديان مع الضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والخونة والعملاء والمتاجرين بقضايا الأديان والأوطان والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية السامية. قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم إصدار الأديان والإساءة المقدسات. نعلم أن بعض الدول الممثلة بيننا الآن قامت بسن هذه القوانين، لكننا نريد أن يصبح ذلك ثقافة عامة في كل الدول في تشريعاتها الوطنية، وأن نعمل معا على استصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان والعنف والكراهية، ليس لدين واحد وإنما لكل الأديان والثقافات والحضارات. التأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين لشعوبهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب وإصدار القوانين التي تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات وفق المادة 20 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على تحظى بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وعلينا أن نعمل جميعا على إبراز هذه المادة في القانون الدولي وأن نتمسك بها في مواجهة ما يسمى بالإسلام فوبيا أو العدائية للإسلام
او العدائية للانسانية. فكل ما نطلبه ونأمله ونرجوه ان يعاملنا الاخرون ببعض التسامح الذي نحمله لهم وللانسانية. التأكيد على دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على اساس الدين او اللون او العرق او الجنس. دولة المواطنة التي تؤمن بالتنوع وتحترم التعددية وتعدها صراء، فالوطن لكل ابنائه وهو كذلك بهم جميعا. اهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية والاعلامية لتعزيز قيم الحوار وادابه، وهذا ما نسعى اليه معا، وهذه سر الاجتماعات واللقاءات والمراكز المتعددة للحوار وفق استراتيجية تشاركية ليست عامة، دقيقة ومحددة على المستويات الوطنية والدولية، مع تعزيز التبادل الثقافي بين الدول والمؤسسات لدعم الحوار وتعزيز أسس العيش المشترك. توصية هامة جدا هامة جدا، جاءت في أكثر من بحث وفي أكثر من كلمة: العمل على تدعيم مناهج التعليم، العمل على تدعيم مناهج التعليم في جميع مراحله المختلفة بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه وغاصة في نفوس الدارسين منذ الصغر. هذه توصية في غاية الأهمية وجاءت في أكثر من بحث وأكثر من كلمة: إعادة النظر في بناء المناهج التعليمية بما يدعم ثقافة الحوار، انشاء مراكز بحثية، وفي بعض الدول بعضها انشأ بالفعل، ولا مانع ان يكون في كل دولة مركز. عندما نقول سننشئ مركزا دوليا يمكن ان ينشأ مركز بحثي لتعزيز الحوار، وكل هذه المراكز تتضامن، فهي ليست متناقضة بل هي متكاملة. انشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار والتصدي للافكار التي تعمل على هدم اسسه، مع تكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري لبناء حضارة إنسانية آمنة والوصول بعملية الحوار إلى هدفها المنشود. نقطة هامة جدا: الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، وهذا ما جعلنا نخصص برنامجا صمم خصيصا مع وزارة الاتصالات المصرية وشركة ICDL لتدريب الأئمة والواعظات على السوشيال ميديا وتوظيف السوشيال ميديا في تعزيز ثقافة الحوار في مواجهة جماعات تعلمونها جميعا تستخدم وسائل التواصل الحديثة للهدم وبث العنف والكراهية. الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها التوظيف الأمثل في إرساء ركائز مشتركة للحوار بين الثقافات المختلفة. أهم نقطة: يقينا كل من يجلس في هذه القاعة هو عالم ومفكر وأهل حوار، لكن الأمانة أن ننزل إلى أهالينا في القرى والنجوع والوديان والبدو والحضر والمدارس والمصانع، وأن نتحول بثقافة الحوار من ثقافة النخبة التي تؤمن بالحوار لتصبح ثقافة الحوار والتعدد والتنوع وقبول الآخر ثقافة مجتمع وثقافة دولة وثقافة أمة وثقافة إنسانية. علينا أن ننزل إلى الناس وأن نعيش بينهم في مصانعهم وفي قراهم وفي نجوعهم وفي عزبهم وفي بدوهم وفي حضرهم لنحول ثقافة الحوار من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع. في النهاية بقي توصيتان: العمل، نعمل جميعا، نعمل جميعا بالتعاون معا وعبر الوسائل الدبلوماسية على إصدار ميثاق دولي يجرم بوضوح الإساءة للمقدسات والرموز ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين. والحقيقة نشكر لكم جميعا دعمكم لهذه الوثيقة وإشادة بإنشاء ودعم المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات الذي يعني خصصنا له يعني مكانا وسينطلق خلال أيام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونشكر لكم أيضا دعمكم للمؤتمر وللمركز ولهذه الوثيقة التي لا تعبر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقط، وإنما تعبر عنا جميعا، فنحن شركاء فيها. حتى إن سميت باسم المكان الذي عقد به المؤتمر فهي وثيقتكم جميعا، لكم جميعا
أخذت من أفكاركم وبحوثكم. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا وخدمة أوطاننا وخدمة أمتنا وخدمة الإنسانية، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يردكم جميعا إلى بلادكم سالمين مأجورين، وأن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وبلادكم وسائر بلاد العالمين. نسأل الله، حتى إذا كنا نعلم الأئمة في الدعاء قل اللهم ارفع البلاء عن سائر بلاد العالمين، لأن بعض الناس كان يخصص ولا يعمم، هيجي لك من بلد آخر فعمم الخير للناس جميعا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم وحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.